طيب احنا تناولنا الناحية الشرعية للفكرة، اردنا ان نتناول الناحية الشرعية للمكان نفسه، هذا المسجد شرعا نحن نتكلم عن ما يخصنا المسلمين، المسجد شرعا الصلاة فيها، الصلاة فيه مجازة حلال؟ نعم، يعني أريد اعود الى السؤال السابق لان هناك جزئية لم نتحدث عنها، وهي فكرة نحن نطلب ان يكون لنا مساجد في بلدان غير المسلمين، وإذا ما طلبوا هم أن يكون لهم معابد وما إلى ذلك نرفض أو نقول أن الشرع لا يسمح بذلك. هذه النقطة هامة جدا، والرد عليها أننا نتحدث ليس من أهوائنا ومن بنات أفكارنا، ولكن نحن ملتزمون بشرع أنزله الله عز وجل لنا. الله عز وجل يقول للمسلمين أن هذا الدين هو دين الحق، وهو الدين الذي يجب أن يظهر على الأديان كلها، وشريعته يجب التي هي التي يجب أن تسود وتحكم الناس، وهذه هي عقيدتنا. أنت كنصراني أو كيهودي تعتقد غير ذلك، هذا لك. عندما أطلب منك أن أقيم مسجدا في بلدك النصراني أو اليهودي أو الذي لا يؤمن بإله، تستطيع أنت أن تقول لي لا، ليس لك ذلك، لن أتخذ لك أو أفتح لك مسجدا. حقك خلاص، وعلى المسلمين الذين يتواجدون في هذا البلد ان يتركوه. نحن هذا حقهم، ولكن مساله نؤمن بكم بالهكم يوما وتؤمنون بالهنا يوما، هذا مبدا خاطئ. اذا كنا نحن اليوم عشان نقيم مسجد في بلاد غير المسلمين سوف تلزمني بان انا اترك ديني، واعتقد ان هذه الاديان اديان حق، وانها من حقها هي ايضا ان تدعو لما تدعو اليه من شرع وما الى ذلك، هذا ليس بالصحيح. يعني تعامل الإسلام مع غيره هو تعامل من منطلق أنا الحق. نعم، وهذا كل صاحب دين يتعامل من هذا المبدأ، وليس الإسلام فقط. لماذا نحرم المسلمين من هذا الحق؟ أنا كمسلم معتقد أن هذا الدين هو الدين الحق، والذي هو الدين الذي يجب أن يظهر الله عز وجل على كل الأديان. أنت تريد أن تتعامل معي بنفس المبدأ، لا أستطيع أن ألوم عليك، ولكن أن تفرض علي أنني مقابل أن أنا أفتح لك، أن أنت سوف تبيح لي فتح مسجد أو ما إلى ذلك، أن أنا يجب أن أبيح لك المثل، لا، هذا مبدأ ليس صحيح عندي. تمام، فالأمر واضح، نحن أصحاب الدين الحق ونحن ندعو الناس إلى اتباعه، بما وفي نفس الوقت لا أفرض عليهم المعاملة بالمثل كما يقولون وما إلى ذلك. إن الدين عند الله الإسلام. نعم، فهذه النقطة الأولى، أن أنا مش معنى كده. ثانيا، إذا حتى كانت الأعراف السياسية الآن والأوضاع الوضعية، الأحوال الوضعية اللي احنا بنعيش فيها بتسمح للدول بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أن أنا تبيح لي المسلمين عندك أن هم يفتحوا مسجد، أنا أبيح لي، فليس معنى ذلك أن أنا اللي أقيم لك المعبد أو الكنيس أو الكنيسة أو مش عارف إيه بتاع البوذيين، أو أنت بقى يعني قم بذلك، أنا مثلا أعطيك إذن ثم، لكن أن أنا كمسلم بأموال المسلمين أقيم مكان يكفر فيه بالله ويستهزأ به بالله عز وجل ويسب فيه الله عز وجل بادعاء أنه له ولد وله زوجة وله أبناء، كل هذا لا يجوز. فإذا حتى ما نزلنا إلى درجة الأمور الوضعية وما إلى ذلك والأحوال التي تراعي السياسات الحالية بين الدول، فليس معنى ذلك أن أنا بأموال المسلمين التي أنا أؤتمن عليها، هذه أموال المسلمين، أقيم أنا بنفسي أماكن يسب فيها الله عز وجل كما قال العلماء، إن فضلا عن تركهم يدعون إلى دينهم في أرض الإسلام. نعم، فيعني ليس معنى أن أصحاب الديانة كما أمرنا الله أن نتركهم، يعني إذا أرادوا أن يعبدوا الله أو لا يعبدوه أو يعبدوه بطريقة معينة فنحن هم مستأمنين في بلادنا، هذا صحيح، ولكن ليس معنى ذلك أن أنا أساعدهم وأنفق من أموال المسلمين على دعوتهم هذه وعلى شركهم بالله عز وجل.